لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما المرة دي إن شاء الله هنأخذها مرة استثنائية في التعريف بمؤسسة تكوين الفكر العربي التي أنشئت مؤخرا وأثارت ذوبعة كبيرة. وطبعا احنا كنا بفضل الله تبارك تعالى غطيناها في عدد من الندوات والمقالات. كان في مقالة مع ندوة للشيخ ياسر البرهامي حفظ الله وكنت شاركته فيها، كان في ندوات أخرى تكلمت فيها عليهم وبعض المقالات، ولكن يعني من باب التذكير ولأن الإخوة بتبقاش متابعة كل الحاجات، هنحاول النهاردة بإذن الله تبارك تعالى نذكر أهم الصورة التي يأتي هؤلاء صورة الإسلام كما يريده الغرب أو كما تريده مؤسسة التكوين. سنجد أن الاثنين مترادفين، وأن هو يعني مؤسسة التكوين ما هي إلا ذراع تغريبي من الأذرع التغريبية اللي غرضها نشر صورة معينة للإسلام يريدها الغرب. الجذور كما تعلمون، لعل يعني الجذور الرئيسية لما بنيجي نتكلم على التغريب أو ما اصطلح بعض المعاصرين على تسميته بالغزو الفكري، بيثور لدينا عناوين معينة كده: الاستشراق، التغريب، العلمانية، العولمة. يعني دول حاجات كده يؤدي بعضها إلى بعض، وكل ده له أثره في يعني مؤسسة التكوين وغيرها من المؤسسات التي تروج لهذا الفكر. الترتيب باختصار شديد يمكن نبتدي بالاستشراق. الاستشراق بموجاته المتتالية، يمكن الموجة الأولى منه كانت في إرسال الإرساليات الغربية إلى بلاد الأندلس لتعلم علوم الدنيا، دي في حوالي القرن العاشر الميلادي. ويبقى عندنا كما يذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه الماتع الطريق إلى ثقافتنا، الصدمة الحضارية الكبرى التي أصابت الروم بالهزيمة العسكرية الساحقة أمام من هم أقل منهم عددا وعدة، وإن الهزيمة ديت يعني من هول المفاجأة. الروم على خلاف عادتهم لم يحاولوا إن هم مثلا يحاولوا استعادة الشام ومصر التي طردوا منها بعد فترة وجيزة مثلا من استعادتها، ده قعدوا حوالي 4 قرون عبر ما جت الحروب الصليبية، لأنهم شافوا إن الأمر مستعصي على التحليل. يعني هو كقوة عسكرية لو شايف إن هو هزم نتيجة سلاح معين، نتيجة تفوق عددي، تفوق في تكتيك عسكري، كان راح حاول يحاكيه، لكن هو وجد ان في شيء غامض جدا يعني قعدتهم المفاجأة. وبعدين بينما هم في اوروبا خلاص تركوا امتدادهم الاستراتيجي في الشام ومصر، حالت اسوار القسطنطينية دون ان المسلمين يواصلوا الزحف الى اوروبا، ولكنهم فوجئوا ان المسلمين جاءوا من الجهة الاخرى من جهة الاندلس واسسوا حضارة كبرى. صحيح برضو وقفت يعني سلاسل الجبال المنيعة يعني حائلا دون ان المسلمين في الاندلس يواصلوا فتوحاتهم الى قلب اوروبا، لان الله تبارك وتعالى قدر ان امة الروم تبقى الى قرب قيام الساعة. فبدأوا يحاولوا ينقلوا التقدم العلمي إلى من الأندلس، ولعلكم يعني تعلمون كيف أنه كان الانبهار الشديد جدا لمن يرسلون من ألبانيا وفرنسا وغيرها إلى بلاد الأندلس لتعلم علوم المسلمين، وأنهم يعودون كما يعني اضطروا إلى إصدار قرارات حرمان لمن يعودون يتحدثون باللغة العربية لإثبات أنهم تلقوا علومهم في بلاد المسلمين. هذه الموجة الأولى من الاستشراق كانت نقل في علوم الدنيا،
بالإضافة إلى موجة من الأكاذيب الواقحة جدا الفجة جدا، محاولة التحصين لهؤلاء الذين انبهروا بحضارة المسلمين ألا ينبهروا بدينهم. كانوا بيعرضوا دين الإسلام في صورة إن المسلمين يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم وإنهم دين وثني، ليبدو دائما إن دين النصارى على ما هو عليه يعني أقرب إلى العقل والفطرة وحتى الرقي من الإسلام في زعمهم، على خلاف الواقع. فيأتي طبعا يعني نأتي الإشارة إلى إنه يعني ربما أشرنا في مرات كثيرة سابقة إلى إن الدين الذي انتشر في أوروبا هو من صنع بولس الذي حرف النصرانية لكي تتوافق مع الوثنية. وبالتالي الدين الذي كان في أوروبا دين القشرة نصرانية والقلب دين وثني كما كان اليونان والرومان على يعني قديما، فراج هذا الدين. وبعد الإمبراطور قسطنطين يعني رأى أن هذا الدين بهذه الصورة مؤهل لكي يكون دينا موحدا للإمبراطورية الرومانية ففرضه، وكان هذا هو الواقع. فلما وجدوا ان الناس بقى اللي بتروح الاندلس تتعلم بتنبهر حتى بجوانب التوحيد وعدم استعباد البشر بعضهم البعض، البعد عن الكهنوت الديني الى غير ذلك، فكان الموجة الاولى من الاستشراق موجة نقل دنيوي في المقام الاول، مع بعض الاكاذيب الدينية اللي هي تعتبر اكاذيب فجة جدا. استمرت هذه الاكاذيب لغاية ربما القرن الثاني عشر الميلادي. وانا بنتكلم على ان اوروبا في هذه المرحلة يعني كانت بالفعل يعني مسألة انهم يتحاشوا مواجهة المسلمين صار خيار غير مقبول من الناحية الدنيوية، لانه يعني كانوا يعني ضاقت بهم أوروبا جدا. أوروبا قارة يعني ضيقة المساحة، أوروبا قارة قليلة الموارد. لما بنتكلم برضو على أوروبا بالذات في العصور دي، أوروبا قارة باردة غير مؤهلة للنشاط الإنساني بشكل كبير. ولم يكن طبعا في ذلك الزمان ما يعني اللي من الله به على البشرية بعد ذلك من يعني أدوات تقدم يقدروا بها يتكيفوا مع الطقس البارد أو الطقس الحار أو خلافه إلى غير ذلك. فهنا كان الحروب الصليبية، الحروب الصليبية بعض الناس اللي عايزين يبرأوا التعصب الديني الأوروبي الغربي منها بيقولوا دي كانت حرب على الدنيا وطمعا في ثروات الشرق. وفي الواقع هو كان الامرين معا، وانت تقدرش وانت بتتكلم على اوروبا وعلى تاريخ الصراع انك تفك قضية التعصب الديني الغربي عن قضية التعصب للجنس الاوروبي عن قضية الحرص على السيطرة ونهب الثروات. هو في الاخر قبل الاسلام كان مسيطر على مصر والشام، وكما ذكرنا كان في غاية الحاجة الى هذه السيطرة، لان اوروبا قارة قليلة الموارد وغير مؤهلة للزراعة بشكل جيد الى غير ذلك، وكما ذكرنا لا سيما بمعايير ذلك الزمان. طيب فاذا الاسلام هو الذي طردهم منها، وهم كانوا اختاروا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الديانة النصرانية البولوسية لكي تكون ديانة الإمبراطورية. فهو إذن عنده إنه دين آخر جاء، يعني وطبعا الاختيار حتى مش اختيار ابتداء، اختيار ديانة بولس كديانة موحدة للديانة النصرانية للديانة القارة الأوروبية غير قائم على إيمان حقيقي بقدر ما هو قائم على رغبة في أن تكون الإمبراطورية ديانة موحدة. يبقى اذا احنا برضو كل الامور متداخلة، الامر يعني بالنسبة لاوروبا وبالنسبة للغرب تداخل الديني مع الدنيوي كان شديد جدا عندهم. يعني هم بيجوا يتهمونا او اننا نوظف الدين، يعني اقول لك التداخل بين الدين والسياسة، نقول له قصدك بيهم ايه التداخل بين الدين والسياسة؟ طبعا
توظيف الدين من اجل السياسة ده انتوا اللي اخترعتوه. هم ابتداء لم يدخلوا في النصرانية الا بغرض سياسي ولم يدافعوا عنها ويظلوا يدافعوا عنها رغم بيان الحق الا لكن مسألة بقى انه ان الدين له اوامر في السياسة وفي غيرها هذا هو ما في دين الاسلام وهذا الذي ندافع عنه. ايا ما يكن بدأ بقى الحروب الصليبية وصلت اوروبا الى مرحلة غير كانت غير قادرة على الاستمرار حبيسة داخل اوروبا. فبدأ بعض الباباوات يعني يعمل حملات في تحريضية على المسلمين كدين وكدنيا كدين وكهذه البلاد التي كنا يعني ثرواتها ويعني ما في وكانوا بيبالغوا جدا في ذكر ثروات الشام ومصر لتحريض الجنود والقادة العسكريين انهم يعني فيجدون انهارا من العسل واللبن وكذا وكذا فالتداخل كبير جدا ولا تستطيع ان تفصل هذا الامر. طبعا جيوب اوروبا يعني هنا كان مهم جدا احنا نتتبع في تاريخ الاسلام. احنا قلنا اوروبا راحوا ايه انكفوا على انفسهم غير يعني كانوا متهيبين غاية التهيب من ان يعودوا الى مواجهة المسلمين. لكن الفرس كانوا سقطوا تماما لما يحصل الانتصار التام بيظهر معه على طول النفاق. فكان ظاهر النفاق الباطني في بلاد فارس والعراق وغيرها ونشأ منها الجماعات الباطنية كإخوان الصفا وغيرهم. وبعدين كان في النهاية بعضهم هاجر إلى المغرب وجه إلى بلاد إلى مصر وأقاموا الدولة المسمى زورا بالفاطمية ودولة القرامطة في الخليج. وظهر هذا الأثر الباطني عبر 300 سنة أو 400 سنة من العمل السري الباطني على عقائد وثنية فارسية وظهرت متمثلة بنصار الإسلام. هذا كان له أثر كبير في أن الجحافل الروم تيجي ما تلاقيش المسلمين اللي طردوهم من الروم من الشام ومصر ولا تلاقي العقيدة الصافية وإنما وجدت خواء فسيطرت. ولكن من هنا كانت اليقظة وكان عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ومن بعدهم صلاح الدين رحمه الله تعالى وكانت المدرسة النظامية اللي أسست لنهضة دينية كبيرة. صحيح ما يعني مقارنة بما قبلها نهضة دينية ترك التصوف الباطني ترك الفلسفة العودة إلى الكتاب والسنة لكن في العقيدة كانوا أشاعرة والأشعرية مقارنة بغيرهم طبعا أمثل كثيرة من غيرهم. النهضة دي يمكن كملها بعد كده شيخ الإسلام ابن تيمية وكمل ما يعني كان منهم من قصور في نهضة الغزالي رحمه الله ونظام الملك والمدرسة النظامية ثم عماد الدين زكي ونور الدين محمود وصلاح الدين. رغم أن الله بمقدار ما رجعوا إلى الكتاب والسنة وبمقدار ما عملوا في الجملة بشرع الله تبارك وتعالى بمقدار ما كان النصر على الصليبيين ولأن كانت الموجة الثانية من موجات الاستشراق اللي هي دراسات نهمة جدا جدا إلى معرفة أسباب قوة المسلمين وقدرتهم على الانتصار الأول على الرومان بلا عدد ولا عدة. ثم كان الأكثر يعني دهشة وإبهارا إن هم يهزموا هزيمة عسكرية ساحقة في ديارهم ومع هذا يفيقون ويقومون وينتصرون ويطردون الصليبيين. المرة دي كانت الدراسات الاستشراقية خدوا معهم كثير من المخطوطات درسوا فيها الكثير من علوم الكتاب والسنة وغيرها ودرسوا بقى القرآن وتدوين القرآن وكل ما قيل حول القرآن من علوم في القراءات الأحرف السبع العلاقة بين الأحرف السبع وبين القراءات تدوين القرآن ومراحل تدوينه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدوينه في عصر أبي بكر رضي الله عنه ثم تدوينه في عصر عثمان رضي الله عنه ثم كل الكلام ده خدوه ودرسوه. وكان وسط الدراسة ديت شبهات أثرها الفلاسفة أثرها الجهمية أثرها الزنادقة وكان في ردود عليها رد أهل العلم عليهم فيها رد الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام أبو جعفر الطحاوي خدوا هم الكلام ده كله وخدوا منه الإيه خدوا الشبهات وهم عارفين أن في ردود عليها
يعيد نشر الشبهة، ما هو عارف هي دي طريقة الشيطان، مش انه باحث عن الحق يعني ان طلب الشبهة اجيب عليها يبقى عرف ان دي ما فيها الشبهة، او ان هو على الاقل حتى لو استشراق الاكثر عمقا كانت بعد الحرب، الحروب الصليبية فضلت مستمرة ويمكن ازدادت عمق قوي بقى مع بداية عصر الاحتلال الغربي بلاد المسلمين. يمكن قبلها بدأت في نهضة إسلامية في بلاد المسلمين، من يعني تحدث عنها العلامة محمود شاكر، أيضا تحدث عنها ناس كتير من المؤرخين الذين أرخوا لهذه المرحلة، ومش كلهم منتمين للمنهج السلفي. يعني تحدث عنها طارق البشري، تحدث عنها أحمد أمين، وكل هؤلاء متفقون على أن النهضة الإسلامية الحديثة يعني يؤرخون لها بحركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما كان فيها من الحفاظ على أو الدعوة إلى تنقية العقل الإسلامي مما عرق به من الخرافة. وكل عاقل بيناقش قضية المنهج السلفي مقارنة بالمنهج الصوفي في قضية الأولياء وغيرها بيصل إلى هذه النتيجة، وبيصل إلى أن الصوفية خدمت الاحتلال وخدمت العلمانية عندما أغرق بالخرافة التي فيها، وجانا الغرب بدعوة أن الدين خرافة، فالناس وجدوا أنه هذا الكلام ينطبق على الصوفية بشكل كبير. كانت النهضة كما يقول محمود شاكر رحمه الله تنقية العقيدة على يد محمد عبد الوهاب، عودة الازدهار إلى الفقه، إنه يبقى فقه دليل، يبقى فقه بجد. الفقه عبارة عن دليل ومنهج للفهم أو منهج للاستدلال وأطلع منه حكم، التلاتة دول مع بعض اسمهم فقه. ما كان قد حدث في الفترة طويلة من عصور الإسلام ان الحكم ياخد الصدارة اكتر من الدليل، ما الكتب المذهبية خلاصتها كده، المذهبية في صورتها التي استنكرناها، بل واستنكرها كما اقول كثير من المصلحين حينما قالوا ان الآفة كانت هنا، ان الحكم ياخد صدارة اكتر من الدليل. حتى طبعا مش بنتكلم هنا على الاحكام المنحرفة، حتى الاحكام التي قررها ائمة الاجتهاد المعتبرين في المذاهب الاربعة وغيرهم، لكن الدراسة الامة بتنقل ايه وبتتعلم ايه. ذلك ذكر لنا محمود شاكر رحمه الله اثر الشوكاني في الاحياء الفقهي، والزبيدي في اللغة، والجبرتي في ربما حتى في العلوم الدنيوية ونحو ذلك. والنهضة دي خلت المستشرقين ييجوا تاني بقى عندنا، عايز يدرس النهضة الجديدة دي قايمة على ايه، ولما درسوها قالوا للاحتلال الحق ولتقد هذه النهضة في بداياتي انا كان الموجة الاكثر عنفا من موجات الاستشراق. إذا الاستشراق موجات كتير، وموجات كل موجة منهم ما لغتش اللي قبل منها، يعني النتاج متراكم ما بين اللي قالوا الأكاذيب المحضة، ما بين اللي خدوا العلوم الإسلامية ينخلوا ما فيها من شبهات قيلت على أيدي الزنادقة والجهمية والفلاسفة فيحيوها، أو اللي هم أحدثوه من دراسات نقدية للعلوم الإسلامية بغرض إثبات أنها ليست بأحسن حالا مما هم عليه. وده هيجي دور الكلام ده، يعني أثر ده في كل اللي احنا بنحكيه ده. طيب بعد كده كان ده الاستشراق بسرعة كده، بسرعة كبيرة قوي. الاستشراق وإيه دوره؟ الغرب كان عنده مشكلة داخلية، يعني الاستشراق ده دايما باصص علينا، احنا بالنسبة لهم نحن المشكلة. فالاول سواء كان ان استشراق بغرض التعرف ام بغرض الهجوم،
أم كل ده احنا بنمثل مشكلة بالنسبة له. اما العلمانية فهي مشكلتهم الداخلية تماما. مشكلتهم ان الدين بولس وما استقرت عليه الكنيسة مصادم للعقل، طلع مصادم لكثير من الحقائق العلمية التي اكتشفت لاحقا. الطغيان الكنسي نفسه بترتيباته وحرصه على التدخل في كل شؤون الحياة، مش ان في تشريع ديني بيحكم، لا ده هي الكنيسة تريد ان تكون هي المهيمنة. كل ده يعني ادى الى ظهور العلمانية. العلمانية كانت في موجتها الاولى الحالية، مش عايزين بقى دين خالص لان الدين جاب لهم كل المفاسد دي. وبعدين احنا بنتكلم هنا على امة ومفكرين وصراع موجود داخلي، كيف يصاغ العقل الجمعي لهذه الامم. ففي ناس قالوا لا، لو خسرنا الدين انهم هيخسروا وجودهم كأمة، بالذات امام منافس حضاري لديه دين. طيب الحل، قالوا يرمموا الدين بتاعهم، عملوا شوية ترميمات في هذا الدين. كل بقى الخلاصة ايه؟ انه الاستشراق جايب شبهات، ال 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 كل ما انبهر الباحثون المنصفون به في بداية عصر الاستشراق من امور تميزت بها الامة الاسلامية زي علم المصطلح وعلم الاصول، بقى لهم غرض يقول لك ليس بذاك. انتوا منبهرين بيه على ايه؟ ما فيهوش اللي انتوا بتقولوا عليه ده. او ده يقول لك ده طلع ده غلط. طيب بعد كده طلع انه عنده العلمانية بقت هي دينه الاصلي، او بقى في كده حاجة تزاوج بين العلمانية والنصرانية بعد ما اعيد وضعها في اطار انها تخضع للعلمانية. فيبقى عايز يقول ان كل المبررات اللي خلت العلمانية تنتصر على دين الكنيسة موجودة عند المسلمين. طب وبناء عليه لازم المسلمين يخضعوا دينهم للمعطيات العلمانية زي ما الغرب اخضع دينه للمعطيات العلمانية. وتعزز هذا جدا في السنوات الاخيرة بما عرف بالعولمة. يبقى كده الاستشراق كنا نحن المشكلة، العلمانية كانوا هم المشكلة، بس لازم يصدر لي الحلول بتاعته. بمعنى دلوقتي اديك مثال بره الموضوع ده، بس هو مش بره قوي. الغرب ادرك الاثر الصحي المدمر للخمر فعايز يلغي الخمر، ما قدرش. ليه؟ لانه قائم على فلسفة اللذة، وعنده الايمان باليوم الاخر. ما احنا قلنا هو عنده ملاحدة ما بيقولوش باليوم الاخر، فلسفتهم القديمة ما فيهاش اليوم الاخر. نصرانية بولس فيها اليوم الاخر معنوي، الايمان باليوم الاخر باهت جدا. فهو في الاخر بيقول للناس جنتكم وناركم هي الدنيا. طب خلاص كل الناس عايزه اللذة بتاعتها، وفي فلسفات بتقول ان الخير هو الذي يجلب اللذة. الفلسفة دي برضو موجودة ومتجذرة. فنتيجة فلسفة اللذة منعته انه يقاوم الخمور فتركها. طب انت عندك ايمان باليوم الاخر، وعندك انه الايمان باليوم الاخر يعني تصبر في الدنيا لكي تنال، وسيكون جزء من ثوابك عند الله تبارك وتعالى ان تنال ما صبرت عنه ايه في الدنيا. بس هو كده عنده نقطة ضعف لازم يصدرها لك، وهو عارف ان شرب الخمور نقطة ضعف وهو مضطر يقبل بيها. انك اسيبك انت عندك سبب من اسباب القوة، انك ما عندكش المشاكل الصحية الناتجة من الخمور،
ولا عندك الانفاق القومي الضخم. خد بالك هو بيجي يتغلب على مشاكل الخمور بيتغلب بانه عنده مظله رعايه صحيه قويه جدا. طب ما دي في الاخر درجه استنزاف الاقتصاد، اقتصادهم قوي مش باين في الكلام ده، بس هيبان في يوم من الايام او على الاقل هو بيناقش. انت كده عندك مصدر قوه، طب ليه يقعد يضغط عليك في اباحه الخمر بل والتشجيع عليه بل، وهكذا في كل الامور. يعني في امور بتبقى هو يعلم انها مشكله داخليه عنده فيقول لك بس متى، وهي مش موجوده عندك فيصدرها لك ماشي. وفي اشياء لعله بيعتقد زي ما هم بيعتقد ان العلمانيه افضل، بس برضه بيصدرها لك ليه؟ لانه حتى وهو بيعتقد ان العلمانيه افضل هو شايف ان الامم اللي عندها دين بتبقى اكثر جلد، فهو عايز يفقدك ده. او المعنى الاخير بقى بتاع العولمه انه عايز العالم كله يبقى على نموذجه. ليه؟ سهوله التبادل التجاري والثقافي والتاثير، ويبقى يقدر ايه يحقق السيطره على العالم اذا عمم نموذجه الثقافي. يبقى هو في الاخر كل الكلام ده بقى جاي لك حزمه واحده بقى كده. يعني وهو جاي يضعف دينك لصالح العلمانيه، ويضعف دينك لصالح دينه، ما عندوش مانع انه يستعمل اكاذيب المستشرقين الاوائل. ولكن بس هو حريص اكثر على الامور المؤسسه للعلمانيه. طيب لو حبينا نلخص دين الغرب ايه، وبعدين اتفقنا ان نتاج الاستشراق زائد نتاج اللي الغرب عمله في ديني، العولمة بتقول هاد دول صدرهم لبلاد المسلمين. هو عمل ايه في دينه؟ قلنا عندنا بولس نشر النصرانية المحرفة اللي فيها القشرة نصرانية والقلب وثني، واستثمر له الأساطير، وهي أساطير خد بالك هتلتقي بعد كده مع العلمانية اللي هي فيها إن الخالق الأول أو الخالق الذي خلق الكون في الفلسفة اليونانية القديمة. ناس بيقول ما فيش خالق، وناس بيقولوا ايه خلق الكون وتركه. طب الاوروبا عملت ايه لما اعتقدوا ان الخالق خلق الخلق وتركه؟ قدسوا مخلوقات. فلما قدسوا مخلوقات بقى عندي هنا ايه في آلهة وفي مخلوقات عادية، والمخلوقات العادية ممكن تتقلب آلهة، والآلهة تتسقط مخلوقات عادية. الديانات الوثنية قائمة على هذا. الدين النصراني يعني عطى صبغة إلهية أو قشرة لدين في أصل نازل من عند الله، لنفس قضية أن بشر والإله حل في البشر وإلى غير ذلك. قلنا أن قسطنطين فرض هذا الدين كنوع من أنواع الدين الموحد للإمبراطورية الرومانية. هذا الدين ما اتفرضش بسهولة، لا، في ناس قابلت وناس عارضت، وكان من اكثر المعارضين اريوس الذي السكندري الذي قيل انه دعا الى التوحيد. وبعض الشراح الحديث يقولون انه كان بعضهم موجود الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عاناهم بقوله لهرقل فان توليت فان عليك اثم الاريسيين، ان هو والبعض يقول لا ده الارسيين هنا بمعنى الفلاحين او غيرها، وان الطائفه دي كانت قد ابيدت عن بكره ابيها قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم. هي في الاخر ابيدت، سواء بقى كان بقي منهم شيء البعض بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم او كانوا ابيدوا كلهم قبلهم. كان عندهم برضو عده
من ضمن الأشياء المشكلات الكبرى في تاريخ النصرانية اللي أثرت على المستشرقين يحاولوا يصدروها لنا، الانقطاع بين كتاب الأناجيل وبين عيسى عليه السلام. عندنا مفيش حد في النصرانية على الإطلاق بيدعي أنه معه إنجيل عيسى عليه السلام، وكتاب منزل من عند الله على عيسى عليه السلام. وده أيضا أثر أن المستشرقين حاولوا يقولوا أن احنا زيهم، ويعني وده كلام بيقوله محمد أركون أو غيره. محمد أركون ممثل في منظمة التكوين، وطبعا مات وممثل بتلميذة من تلامذته موجودة في مؤسسة التكوين. محمد أركون بيقول الوحي الذي كان من عند الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ما وصلناش بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، إن لما الصحابة جم يكتبوا قال إحنا لو وصلنا المصحف المكتوب، والمصحف المكتوب ده جهد بشري كما يقول إن هو إيه تعبير عن الوحي، زيد فيه ونقص، وطبعا ده كفر بالإجماع، هذا القول كفر. هو أنا بقولك إن إيه المستشرقين وتلامذتهم كانوا كل مشكلة مرت بها النصرانية بينقلها لي أو بيعمل لي واحدة زيها ادعاء وكذبا وزورا. كان عندنا في مشكلة انقطاع الوحي، انقطاع الفترة بين أو أولا إن إنجيل عيسى عليه السلام لا وجود له. الأمر الثاني كتاب الأناجيل دول بيكتب إيه؟ سير عيسى عليه السلام، ومع هذا هم ليسوا شهود عيان، وفي انقطاع بينهم وبين زمن عيسى عليه السلام. الكنيسة قالت إيه؟ قالت إن روح القدس حل بكتاب الأناجيل، وبالتالي فاعتبر الإنجيل اللي هو يعني كتاب سيرة مكتوب بالوحي. خد بالك عشان كده برضو دي أحد أسباب اهتمام المستشرقين اهتمام كبير جدا بكتب السيرة، وبيحاول يثبت ان كتب السيرة عندنا فيها نفس المشاكل اللي في الأناجيل عندهم. طبعا عندي كتب السيرة عندنا دي الرتبة الأقل بعد القرآن والسنة، الأمة يعني من ما وفقها الله إليه إنها اهتمت بتدوين العلوم بالتدريج. أول علم دون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نفسه، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره يكتبوا الحديث. الإذن ده يستفاء، عشان كده احنا قلنا الفقه دليل منهج استدلال حكم. شوفوا الإذن ده ناخد منه ايه؟ لا اكتبوا كل العلوم، ولكن عندما ابدأوا بالأهم فالمهم. أو الكلام ده خدناه من هذا الايه؟ من هذا الموقف اليسير من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السيرة كانت آخرها كتابة عندنا، السيرة اللي اسمها سيرة اللي هي سياق قصصي متصل، وإلا فالسيرة اللي هي بقى يعني حياة أصلا هناك ما عندوش غيرها. الأناجيل هي سيرة عيسى عليه السلام في زعمه، لكن أنا عندي هنا القرآن في أهم المواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي الأحاديث المتصلة اللي فيها مواقف لها علاقة بأحكام الحرب، بأحكام السلم، بأحكام المعاهدات. يبقى ما لقيش عند البخاري ومسلم وكتب السنن تفصيل قوي هو الغزوة دي كانت يوم ايه من ايام الاسبوع والكلام ده، بس الاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل. يبقى خد بالك عشان الناس ما يقولش، يبقى لما يجي يقارن كتب السيرة عندنا بالأناجيل عندهم يحط كتب السيرة اللي هو بيقول عليها كتب سيرة في مرتبتها. أنا عندي السيرة ذاتها معظمها موجود في القرآن ثم في السنة الصحيحة، ثم كتب السيرة بتاعتنا اللي هي بقى فيها الوقائع بالحفاظ على السياق القصصي أعلى شأنا في طريق تدوينها وفي أسانيدها واتصال أسانيدها بمراحل من الأناجيل. ده أنت لو هتقارن يعني كتب سيرة بكتب سيرة. المهم كان عنده مشكلة فادعى إن الروح القدس حل بالمجامع الكنسية بكتاب الأناجيل. طيب ماشي خلاص، فين بقى نسخ الأناجيل اللي كتبها الكتاب السبعين
او الاربعه يعني. طب هو لما روح القدس بتحل هي حلت في الاربعه دول بس، ما كان في 70 انجيل منتشر، الكنيسه اختلط منهم اربعه. طب لو الروح القدس بيحل بانه اعتبار؟ بانه اعتبار انت لاحقا اخترت اربعه من 70 ماشي. طب ما علينا، اخترت اربعه، فينهم بقى؟ هم مش موجودين. ما كان مكتوب بالسريانيه او بالعبرانيه، ولا نسخة انجيل موجودة بهذه اللغات، ده موجود باليونانية. طيب يبقى اذا تمت عملية ترجمة، من الذي ترجم واين المترجم؟ وهل روح القدس حل بالمترجم ايضا؟ فاسئلة كتيرة جدا. فاذا بقى عنده مشكلة دي هتأثر بعد كده، انه هيحاول يقول المشكلة عندك في السيرة، والبجح شوية يقولوا في السنة، والأكثر بجاحة يقولوا في القرآن. وهي إيه؟ أحجار تقذف على هذا الصرح. لو حد بقى طلع في البلكونة وما خدش باله يخبط في حجر من دول يعني. هو لكن في النهاية كل الشبهات اللي طلعة منطلقة من الشعور بعورة عند هؤلاء، بيقول لك وعندك زيها، اللي منهم زي بقول يعني وعندك الأناجيل دي سيرة عيسى عليه السلام، وانت عندك كتب السيرة في نفس الدرجة. ايوة ده انا وكان ده كلام غير صحيح، كتب السيرة لا تنفرد، انا عندي القرآن والسنة، تعالك والسنة كمان. هو ايه الاسانيد اللي انتوا عملتوها دي ولا افادتكم حاجة؟ بينما هو لما يجي يقول لا احنا لقينا مخطوطة مش عارف من انجيل كذا موجودة في مكتبة كذا، ودي ثابتة لفلان نقلها لفلان، يعني بيحاول ايه يلفق سند، يبقى سند كده منقطع ومعضل ومليء بكل الكوارث، بس يقول احسن من مفيش. يجي عندك انت بقى السند المتصل يقول ده زي قلته. طيب هنا بقى لما حصل بعد كده الصدام العلماني، قلنا بتوع العلمانية تدخلوا للحل، فكان من ضمن الصدمات ايه؟ ان الكتاب المقدس يحتوي على اشياء قصص تخالف العلم، يعني قصص تقول ده مستحيل يحصل، يعني حد ايه تلاقي قصص كده. فمثلا منها ان يعقوب عليه السلام كما يدعون كان بيرعى الغنم لخالي، فايه اتفقوا يفصلوا، قال خلاص النتاج اللي طالع ده اللي يطلع منها مرقشة ياخدها يعقوب عليه السلام، الغير المصمطة ياخدها خالي. سفر التكوين بيقول ان يعقوب عليه السلام احتال، طبعا ده هنا هم بينسبوا الانبياء الاحتيال، وبالتالي بيبقى على قلبهم يعني بردا وسلاما لما يحتالوا على البشر، اذا كان انبيائهم ايه كانوا محتالين يعني حاشاهم عليهم السلام، لكن هم احتالوا بقى ينقرش بقى العشب ويحطوا قدام الغنم، يقوم في الاخر توحمت، فايه طلعت ايه كلها ايه مرقشة، وده في علم الوراثة يعني. فقالوا لا يا اخوانا، هو القضية ان شوف بقى الكذب على الله عز وجل بيبقى مش في اساطير بتبقى متداولة من كل الشعوب. قالوا كان الله يوحيها الى انبيائه، والله يعني بقى ايه يعني ما تفسير ان الله يوحي الى انبيائه بقصص هو في اصله كاذب يعني؟ هو يعني ومن هنا ده كان في الاخر استقر الغرب على ان كتابه المقدس يحتوي على اساطير، يبقى كل قصص التاريخية غير موثوق بها. طيب في طبعا كان من ضمن الـ 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 بعد ما الكنيسة اضطرت الى الاعتراف
بالهزيمة أمام العلم، فكان طالع المد بتاع نظرية داروين، وهي نظرية مخترئة جدا جدا جدا، ومع هذا سموها نظرية علمية. فالكنيسة للمرة الثانية قبلت أن يقال على قصة محورية في كتابه المقدس، قصة خلق آدم عليه السلام، أنها قصة رمزية، فإما أنها أسطورية وإما أنها رمزية، يعني حاجة ما حصلتش، أو قالوا هي مش لازم تكون ما حصلتش قوي، بقى هي رمز، زي بقى ما يعني داروين شايف أن إيه، أن المخلوقات على الأرض عمرها عدة ملايين، عشرات الملايين من السنين، عشان الهيدروجين والكربون يعملوا غاز الميثان، ثم يبقى خلية حية، وبعد الخلية الحية تبقى كائنات بحرية وبتنوعها، ده كله، وكل ده يقول لك تطور وتكيف مع البيئة. طب ايه البيئة اللي خلت الجمبري يعيش جنب الحوت يعني؟ ما و و و و لغاية ما ايه، في 100,000 سنة الأخيرة كنا ماشيين في سكة بقى ان الشمبانزي نوى يبقى انسان يعني، فبيقول لنا قالوا خلاص، يبقى هي دي ايه المرحلة، اخر شمبانزي كان لا يتكلم وبعدين بقى بيتكلم، دي اللي ربنا عناها بخلق ادم. ودي ايه النظرية بيقولها بعض اللي بيحاولوا يجمعوا بين نظرية داروين وبين الوحي. لا طبعا خلق ادم عليه السلام مذكور في كتب في التوراة، ده مذكور في عندنا، يبقى ده مما بقي عندهم من الحق. فالبعض كان بيحاول يجمع بين هذا وذاك بايه، بيسموه الايه، التطور الموجه، ده يعني اقصى ما يسمح به في الغرب ان يقال، والا في الاصل يقول لك قصه خلق ادم اسطوريه ما حصلتش، او رمزيه. رمزيه دي تلتقي مع التطور الموجه، يعني اللي انصار التطور يقولوا قصه خلق ادم دي كل كذب، اما يعني امال ايه، الله انزلها الانبياء، هو كده، انت عايز المسموح به من التدين ان تقول ان كتابك المقدس فيه ايه، اساطير. والله خلاص ما تسميهاش كذب، سميها اساطير. اساطير يعني ايه؟ يعني كذب، يعني تقول ان الله كان الناس يحكون حكايات، يوم يعيد يعني الوحي بها الى انبيائه، من باب ايه بقى يعني، اكيد هيقولوا اي ايه، اي معاذير في هذا، او نقول انها حاجة رمزية زي ما قالوا. وهنا حصل العلمانيين بقى لديهم عناية كبيرة جدا بقضية الرمز، ابتداء بقى الحل السحري عندهم لكل مشاكل كتابهم المقدس، ادعوا انه كتاب رمزي. زيادة على كده وبيحب ايه، الجماعات الدينية اللي خطابها هي كمان رمزي، يبقى انت بتفسر الكتاب المقدس على، طبعا الكتاب الرمزي ده ايه، شفرة قول فيها اللي انت عايز تقوله. ها وده اللي ايه اللي هم قالوه بالنسبة طبعا. اما انه هو التشريع، قالوا لا، عندهم نص في الانجيل فيه منسوب لعيسى عليه السلام، اعطي بال الله لله وما لقيصر لقيصر، فايه، فقالوا يبقى اذا ما عندناش تشريع، او عندهم نص عن بولس انه اسقط تشريعات العهد القديم او نحو ذلك. طيب في نفس الوقت، يبقى اذا الغرب كان عامل شوية اكاذيب عن الاسلام دفاعا عن النصرانية في حملات الاستشراق، وبعدين دينه هو نفسه بقى كان مليان شوية تناقضات، عمل لها شوية حلول، وكل ده في الاخر كمان كان عنده مشكلة ان الحروب اللي كانت اسبابها الدين، فبدأ يقول بقى يعني انه لازم اللي عايز يتدين يقبل الالحاد، ان العلمانية بقت هي الاصل، والعلمانية في اصلها ايه، الحاد، يقبل الالحاد ويقبل الاديان الايه
الأخرى. يبقى أنا عندي أكاذيب قديمة وعندي صورة هو عملها في دينه محتاج أنه يعملها في كل الأديان من أجل تعميم نموذج العولمة. طب يبقى هو عايز ايه منا في الإسلام؟ ما خلاص احنا جاوبنا على السؤال ده، نعيد يعني صياغة أو باختصار ايه اللي هو عايزه مننا في الإسلام. الأول عايزنا نقبل الإلحاد، وهو عارف انت مش يذكر يعني الناس يقولك ايه صندوق النقد بيتدخل في اقتصادات الدول، ده يحلف والله ما اتدخلت، وهو يعني يبدو صادق، بمعنى انت عايز قرض اعمل لي كذا كذا كذا، طب ما عملتش مش تاخد القرض، فتيجي تقول له انت اتدخلت، وكان اتدخلت انا مجيتش جنبك، ما انت لو قلت لي شكرا انا هقول لك شكرا. فلكن هنا بقى العكس، هنا بقى بيقول لك ايه، انت عايز تمر الى القرن العشرين في بدايته، عايز تعيش في الدنيا كدولة مسلمة او حتى كافراد اتصرفوا لنا في الحتة دي، قولوا انكم تقبلون الالحاد. تبقى البعض حق يجي للدين يقول لا اكراها في الدين، ايوه ماشي لا اكراها في الدين، ما كملها قد تبين الرشد من الغي، مش اتصرف. لكن هو عايز الالحاد ليه؟ لان العلمانية في اصلها الحاد. ليه؟ لانه مش عايز صراع ديني من اي نوع. اذا لما يجي بقى مؤسسة راند او غيرها او مش عارف ايه بتوع الجمعيات السلام او مراجعة الاضطهاد الديني، لجان الاضطهاد الديني في الامم المتحدة، في الكونجرس الامريكي، في الاتحاد الاوروبي، هتلاقي اول سؤال والله انت لو شفت واحد ملحد هتعمل معاه ايه؟ جارك الملحد، طب ابنك بتعلمه الاولاد ايه لو طلع قاعد جنبه ملحد؟ فهو يراد اسلام يقبل الالحاد. طبعا هنا بنتكلم عن الإلحاد اللي هو إنكار وجود الخالق، وإلا فكل الصور اللي بيعرضوها هي من الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. هنا المستشرقين قديما ودعاة العلمانية حديثا لقوا إن بتوع وحدة الوجود دول مثاليين جدا، فكرة وجدت عند كل الأمم وهي فكرة إلحادية، بمعنى هي إحدى صور إنكار وجود الخالق، أن يقول هو كل المخلوقات قديمة لا تفتقر لوجود خالق، ولكن إدراكها لهذا يتفاوت. ده خلاصة القول بتاع وحدة الوجود، وبالتالي بيقولوا الخلاصة الفكرة ان مفيش خالق، وان الخلق المخلوقات كلها قديمة، يعني ما تسألنيش من الذي اوجدتها، هي عاجزة لكن لا تسأل من الذي اوجدها رغم عجزها. طيب البرهان، يقول لك مفيش برهان، في تجربة تمر بها سترى ما أرى. طب إيه التجربة دي؟ خلاصتها تغيب العقل بس. يعني الكلام وعدة الوجود في الآخر خلاصتها تعذيب النفس. طبعا أقولك تعذيب النفس لتقترب من العلة الأولى. الله مش أنت قلت مفيش خالق، رجعت عملت لي قوة غامضة، الفطرة غالبة. وعنه هو عايز يقول لك في الآخر هو انت بتعمل ايه؟ مبرر اللي انت بتعمله، هو اللي انت بتعمله حقيقة او تغييب العقل بالجوع والصهر او عكسه، ذلك هم بتوع الصوفية، هم بتوع الجوع وهم بتوع الفت، يعني بمعنى ما حاجة من اتنين، يا تجوع جدا يا تاكل حتى الثمالة، وبعد الاكل رأس، وبعد الرأس
وفي الاخر بعد الاكل والرقص. ونشوف طبعا دلوقتي بقى الايه اليوتيوب وغيره بيجيب لنا ايه اللي بيحصل بالظبط بقى, حاجه الواحد مش يتخيل كده. سوف ترى, ايوه بحطرة اللي انت عايز تشوفه هتشوفه. ده طبيا كده انت دخلت في الهلاوس. فهو في النهايه بيقول اذا اللي بتوع العلمانيه وبتوع اللي مش عايزين صراع ديني في العالم ككل, وبتوع الناس الاقرب انتصارا للالحاد. انا برضه مش بتكلم على مفكر واحد في الغرب, بتكلم على نتاج بيبقوا شايفين ان وحده الوجود دي حاجه كويسه جدا, بالذات بعد المسلمين. ليه؟ او الاسلام الدين اللي فيه رفض لكل بطاطا الحضاره الغربيه, اللي فيه تفوق ما نيجي نقول الوحي, ثبوت الوحي, كتابه الوحي, عدم وجود ما يخالف العقل, عدم وجود ما يخالف العلم. فهو يقول لك بقى خلاص, ليه بقى وحده الوجود بيعتبروا كل الأديان زي بعض وكلها هي مجرد تجربة ما تخلي الإنسان يصل إلى الإلحاد, يصل إلى أن يقول لا خالق. ده خلاصة. ولذلك تجد العناية الكبيرة جدا جدا من المستشرقين في مرحلة الاستشراق ووجه الاستشراق, العناية جدا بالحلاج كرأس, رأس كبير جدا في هذا الفكر ومتقدم زمانه. لذلك حتى المستشرق ماسينون اللي هو يعني متخصص جدا في الحلاج, هو شايف ان ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي وكل دول تلاميذ للحلاج, يعني نقلوا من فكر الحلاج عبر التاريخ يعني. فيبقى الاول عايزين دين يقبل الالحاد, يعني تقبل ان يبقى في جنبك حد ملحد وتعتبر ان ده بحث علم. دين يقبل وحده الوجود بل ويعتبر, وكل حاجه من دي بقى هتلاقيها في تكوين. هتلاقي تكوين عندهم باحثين ملاحده, هتلاقي كلام كتير جدا على الدفاع عن الحلاج وابن عربي او نحو ذلك. هتلاقي البديل اللي هم شايفين, البديل اللي هم شايفين ينفع يعمل دور دعاة وحده الوجود ووارد يمر اسهل, الدين الابراهيمي الجديد, على اساس انه انا بتكلم على الديانات الوثنيه ما فيش فيها مشاكل مع الغرب, وعندي المسلمين دايما معنيين بالمقارنة دينهم وما فيه من الحق عن الأديان اللي أصلها سمر وحرفت. فهو بيقول ما تنشغلش بقى بالمقارنة دي, تنشغل بالإيه, بالمشترك بينهم, ونعمل دين جديد برضو دول كلهم. ومع هذا يعني هو بيقدم لي الدين الابراهيمي وفي ذات الوقت مازال بيتكلم على قبول كل الاديان, ومثلا شفنا ابراهيم عيسى وتغزله في البقره و و و ونحو ذلك. طب لما نيجي ندخل بقى للاسلام كده, هو بيقول لي تقبل الالحاد, تقبل وحده الوجود, او تاخد طبعه وحده الوجود, او تاخد طبعه الدين الابراهيمي. طب بقى انت مصمم على الاسلام الذي هو الاسلام, طب يا عم القران ده كتاب, القران ليس وحي من عند الله كما ذكرنا, وده بيقوله محمد اركون, او يقول القران كتاب رمزي, يعني القران يحتوي على اساطير او هو كتاب رمزي والاثنين مع بعض. وكمان يقول ان افضل الجماعات الدينيه عبر تاريخ الاسلام الجامعات التي تبنت الخطاب الرمزي, عشان تبقى الدنيا كلها في بعضها لا يوجد اي شيء تمسكه. طبعا بقول القرآن خطاب رمزي, ده هو كده بيعامله معاملة ايه, كتب الف ليلة وليلة وغيرها,
وهذا لا يرضى بشر من البشر فضلا عن الله تبارك وتعالى ان يبقى كلامه الكلام يعطى للمتلقي الحق في تأويله وتفسيره على الوجه الذي يراه. نقول القرآن، ولذلك هتجد الايه، هتجد الحملة الشنيعة جدا من هؤلاء كلهم على الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي لأن القرآن نص وخطاب مبين له معاني ليجب أن نتلمسها بطريقة ثابتة معلومة، وقال لنا أن البيان ده أكده موجود في السنة، وأنه لذلك نصر فزيد بيقول أن الشافعي جعل السنة في النهاية خلاصة كلامه جعلها بمنزلة القرآن، بأنك لا تستطيع أن تفصل القرآن عنها ولا أن تفصلها عن القرآن. وصدق في فهمه للشافعي، لكن هو كده طبعا كان في قمة الغضب على الشافعي رحمه الله. ليه؟ لأن هم عايزين القرآن لوحده، وياريتوا عايزين لوحده بس، ده عايزينه كتابا رمزيا، وهم يتلعبوا بإيه؟ بمعاني ما فيه من آيات، وقصصه أسطورية وخطابه رمزي، يبقى لا قرآن، يبقى والعياذ بالله. يبقى كل هذا يراد. طبعا ما زال هؤلاء يعني هو في النهايه بيطالبك بالتسامح الديني. طب لو انت بقى مش قابل ان القرآن كتاب رمزي، هو اللي مرر لك كتابات كتبت بدوافع الصراع والبغض والكراهيه وعدم الأمانة العلمية من كتابات المستشرقين، بقى كل حزمة الكلام على نزول القرآن وتدوين القرآن والجمع القرآن، كل ده في النهاية ما يزال يردده هؤلاء بغرض ان المسلم يقول يكون عقيدته في القرآن كعقيدة النصارى في الإنجيل. اما السنه فحدث ولا حرج. بقى في ايه؟ انه هيحاول كما ذكرنا ان المستشرقين بعضهم حاول يخلي كتب السيره عندنا مثل اناجيل النصارى، وهي اعلى منها من حيث الضبط، وبعضهم ادرك انه ما عملتش حاجه انت كده، انت جيت الحاجه اللي هي ثانويه خالص، لان دي ليس فيها كتب السيره، لا تنفرد عما هو أوثق منها إلا بالسياق القصصي، لكن راح قال طب وده السنة كمان، وبعضهم قال القرآن كمان. كل دي شبهات موجودة، مطلوب أن يكون ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أنهم يرددوا هذه الشبهات حول القرآن والسنة والسيرة. وطبعا لأن في جزء محوري في الثقة في النقل، اتفاق الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي في حملة هؤلاء المستشرقون ثم المتغربون بعدهم، كله كان بيحاول يطعن في حجية في عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وبرضه نوع من أنواع الطعن في التاريخ الإسلامي وازدهاره وبهائه ونحو ذلك. يبقى ده اللي هم اللي الغرب عايزه منه. طيب الغرب ايه قمة الهجوم الغربي وقمة الغزو الفكري؟ كان في مرحلة الاحتلال العسكري. مرحلة الاحتلال العسكري يعني مثلا في مصر كرومر اتكلم بنفسه، وفي بعض افراخ له، بس كان الناس عارفين ان هم انجليز اكتر من الانجليز،
سواء من النصارى مصر أو نصارى الشام أو بعض المسلمين في مصر زي أحمد لطفي السيد أو غيره. ولذلك كانت المحاولة أن يتكلم بعض المسلمين، للأسف ظفروا بمسلمين يرددون، كل واحد بقى رد الدرجة من الدرجات. رفعت طهطاوي رد درجة انبهار بالحضارة الغربية، بس كان جنبها كده يقول بس احنا عندنا ما هو احسن. العبارة الخافتة اللي احنا عندنا ما هو احسن دي ما نقلوهاش عنه، هي موجودة في كتب بس ما اتنقلتش، وحتى لو اتنقلت ما انت اوجدت الانبهار بقاذورات كان المفروض تشمئز منها، مراقصة الرجال للنساء، لكن دي درجة ما كانتش عاجباهم قوي بس خدوا منها. وطبعا الناس اتكلموا في الطاحنة، قلنا بقى عندهم طعون في السيرة في السنة في القرآن ذاته، ترويج للإلحاد، ترويج للقول بوحدة الوجود، حزمة من الباطل. الطعون على السنة والطعون مثلا على قضية ذا قضية الخلافة كتب علي عبد الرزاق بقت قضية سجال، يعني خرج بعض في الاخر لقوا ناس من عندنا يقولوا اللي هم عايزين، ودار سجال حول هذه القضايا مستمر الى يومنا هذا، وباذن الله يعني يعني طالما وجد الباطل سيوجد من يتصدى له ويفنده، وان كنا يعني نأمل أن يندحر الباطل ويبحى. ده في ايه في الكلام على السنة، ثبوت السنة، حجية السنة، الكلام على علم المصطلح هل هو أوجد القواعد الكافية اللي يحصل بها الاطمئنان، الكلام ده كله. وبعدين جه طه حسين بقى جرب معانا كده، جرب يقرب من القرآن، فقرب في قضية غامضة شوية اللي هي ايه الشعر الجاهلي. طبعا اذا اقتربت من الشعر الجاهلي يعني بقترب من مصدر من مصادر معرفة اللغة التي هي احد ادوات تفسير القرآن، دعك من هذا كله يعني، لكن في قلب كتابه في الشعر الجاهلي قال اللي هو معناه ان القرآن فيه اساطير. قال ايه؟ القرآن للتوراة والقرآن ان يحدثون عن ابراهيم واسماعيل، ولكن هذا لا يعني أنهما حقيقة تاريخية. فإيه اللي حصل؟ الأزهر كفروا طبعا، بلاغات للنيابة، ردود علمية كبيرة جدا من الشيخ محمد رشيد رضا وغيره، ردود أدبية من مصطفى صدق الرافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو دون السجال بينه وبين طه حسين والمدافعين عنه في كتاب اختار له عنوان يعني يكفيه هذا العنوان، تحت راية القرآن. ويعني رحمه الله فيما أبلى في الناحية الأدبية انه فند طه حسين، اضطر يسحب الكتاب، شيل منه الفقرة دي، عدل بعض الأشياء وسماه في الأدب الجاهلي، ومن إلى أن مات سنة 73 لم يطبع كتاب في الشعر الجاهلي، لدرجة الكتاب طبع بعد كده اللي حب يطبعه راح إيه مدخله جوه دراسة عن الكتاب وعن حياة طه حسين وحط الكتاب إيه في النص. وعشان كده بقول إذا بنقول طه حسين تكلم بالكفر في كتاب في الشعر الجاهلي، تراجع في كتاب في الأدب الجيد. أو التراجع لو كان طه حسين رجل حي كنا هنقول له يا رجل هذا ليست توبة، أنت عايز تتوب من الكفر تتبرع وترد على نفسك تقول وأنا هذا الذي قلته، لكن هو مات خلاص. فأنا مش عارف طالب حد، أنا بنحكي تاريخ أنه تراجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تراجعه يعني بناء على عقيدة باطنة
وفي الواقع فيما يتعلق بقدسية القرآن تتبع السياق التاريخي لطه حسين يقول انه الظاهر انه عاد الى القول بقدسية القرآن، حتى مش ضرورة يكون الكلام ده لما نشر كتاب في الادب الجاهلي، لا هو حصل له تطور جيد نسبيا من بداية من الاربعينات كده، يعني هو نشر كتاب في الشعر الجاهلي في 1926، نشر كتاب مستقبل الثقافة في 1938. المرحلة دي اعتبرها مرحلة سيئة جدا من مراحل طه حسين، ومع هذا له مقالة نشرها سنة 1933 بيدافع فيها عن الدعوة الوهابية، وتبدو يعني مقالة عجيبة شوية، لكن تحليلي أنا إنه الرجل كان منبهر بالغرب انبهار قاضه إلى الكفر، والظاهر أنه تاب منه من حتة الكفر اللي قلنا عليها دي على الأقل يعني، لكن بقولك الانبهار وصل بيه لغاية فين، والانبهار حقيقي والفتنة حقيقية، وبالتالي لما بيلاقي حد كان بيدافع عن الإسلام كان بيعرض اسلام بلا خرافه بيقول يا ريت كان ده ما كناش وقعنا في اللي وقعنا فيه. فهو ناس كتير كانت منبهره بالدعوه الوهابيه في قضيه محاربه الخرافه، كان هو كان جواه خلاص بقى كان القي في قلبه شبهات كتيره جدا عبر عنها في كتاب مستقبل الثقافه في مصر لما دعانا الى التغريب، بدا من الاربعينيات بقت مقالاته فيها رد على المنصرين والمبشرين الذين بقى يعملون في ديار الاسلام، فيها كلام ثناء على القران على الشريعه. سنه 1955 حج ذهب لرحله الحج، امين الخوري اللي كان مرافقه في رحله الحج كتب حاجات كتير عن يعني ايمانيات وبكاء و الحاجات الفكريه مش لا يكفي فيها هذا، لكن يعني لو تتبعنا ما كتبه في اخر حياته او مش ما كتبه لان هو كان بقى المرض وكده، هو توفي 1973 لكن هو تقريبا مختفي من الساحه من 1967 حاجه كده، يعني ما بيكتبش في في الجرايد، لكن الفتره دي يوجد رصد لها من خلال من كان يعني يقرا له في هذه الفتره، هنلاقي فيها كلام جيد مقارنه بما كان قبل ذلك، لكن كان ما زال عنده واقع هذه الحوارات اللي بيحكيها صاحب كتاب ايام مع طه حسين، تقول كان عنده شبهات كتير لسه موجوده، لكن في الجمله حتى لما بيجوا بتوع تكوين يقول لا احنا بنستكمل معركه في الشعر الجاهلي بتاع طه حسين. اقول له انت كده بقى يعني ما يعني ايه مزيد من الكذب، طه حسين المعركه دي تراجع عنها بعد، وطبعا طه حسين عندهم بقى يعني عميد الادب العربي فمش تراجع جبن يعني. عايزين يقولوا تراجع جبن يقولوا. هو تراجع وسحب الكتاب وكتب كتاب في الادب الجاهلي. بل نقول له تتبع بقى كلامه كله بعد تراجع عن حتى التغريب كمنهج. وان كان ده لا يعني طبعا لا يعني ان احنا نقلل الشعور بالخطر من كتاباته، كتاب مستقبل الثقافة في مصر هو كتابه الأبرز طبعا مع كتاب اللي في الشعر الجاهلي، فإذا ده ما زال موجود وما زال اللي بيقول لنا طه حسين قصده إيه؟ مستقبل الثقافة في مصر. يبقى حتى لو بقى شيخ الإسلام بعد كده هنقول إن تاب فما تاب كتابه. الأمر الثاني إن هو لا التراجع مش كلي، لكن بنثبت التراجع عشان نقول لهؤلاء انتوا عايزين تعملوا او عايزين تقولوا للمستشرقين والممولين اللي انتوا اعترفتم ان في تمويل خارجي عايزينه، دول عايزين الصوره الاكثر فلاح، انتوا مش عايزين طه حسين بيقولوا، لان طه حسين تراجع عن
على الأقل بعض الكتاب اللي هو إسلام البحيري قاله بالاسم كتاب الشعر الجاهلي بتاع طه حسين. طب الكتاب ده كتاب كفري وصاحبه تراجع عنه سحبه من السوق طبع غيره. إذن إيه اللي هم عايزينه؟ أنا بقول 100 سنة على نشر كتاب في الشعر الجاهلي كانت الممانعة المصرية، لأن أنا عندي البلاد اختلفت في درجة الممانعة. أنا كلام محمد أركون مر في بلاد أخرى، طبعا أفاضل الدعاء في المغرب وغيرهم يردون على محمد أركون جزاهم الله خير، ولكن أنا أقصد درجة الممانعة المجتمعية ككل عندنا في مصر خلت الطعن في السنة شبهة تعيش وانت بترد عليها. الطعن في القرآن ما قدرتش تعيش حتى كشبهة. الطعن في القرآن درجة المقاومة والممانعة المصرية كمجتمع وكدولة وكمؤسسات وأزهر وغيره خلت دي ما تنفعش تعيش كشبهة. الآن تكوين جاي رجعها لي ولو كشبهة. ما هو يعني إبراهيم عيسى وإسلام البحيري والناس دي تفتكر يعني هم حاسين ان هم الناس تدين بما يقولون؟ لا، هو بيأدي دوره ان الشبهة تفضل عايشة. طب ايه الجديد اللي جايبه لنا في تكوين؟ شبهة بقالها 100 سنة مش قادرة تعيش كشبهة. هو هيجيبها عن طريق انه واخد جنب منه، ما هو بقاله كل واحد منهم بقى اللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 20 سنة اعلامي بتاع شبهة، ويقولوا يتشتم وماله، ويقولوا يتسجن وماله، ما اكيد كل حاجة ولها تمن. فهو بقى في المؤسسة دي جايب جنبه اللي بيتعرف القرآن، اللي بقالنا 100 سنة الشبهة طرحت وسحبت من الأسواق محدش اقترى انه يعيدها، وصاحبها تراجع، قال غالب ظني تراجع حقيقي على الأقل عن هذه الجزئية وكل ما يتعلق بالطعن في القرآن، وإن كان عنده شكل تاني. ناصر أبو زيد قرب من بعيد، ما كانش قادر يقرب من القرآن، جابها راح لازقها في الإمام الشافعي، المحكمة أدركت هذا وحكمت بكفر. ولذلك مهم جدا جدا أن تكون الممانعة على درجة تمنع هذه من أن تتواجد ولو كشبهة، ولأن ده اللي كانت الممانعة في المجتمع المصري في ظل استعمار احتلال موجود والحياة الثقافية مصبوغة بالصبغة الليبرالية، ومع هذا كانت الممانعة اللي خلت ممنوع في الاقتراب من القرآن بأي صورة مصرية. نتمنى أن يكون زماننا أفضل من زمان من سبقنا، يعني ان اللي بيتعرفوا في السنة يبقوا ما يقدروش يطعنوا، او على الاقل يفضل الامر زي ما ورثناه من 100 سنة، لكن ان يجي في زماننا ويبقى يخلوا القرآن شبهة الطعن في القرآن حق او مقبول انه يبقى هناك من يطرحها على ابناء المسلمين. ف نتمنى أن كل يقوم بدوره في التصدي لهذا الخطر العظيم. هو خطر يعرضنا لسخط الله تبارك وتعالى، خطر يعرض أمتنا للخطر الشديد كأمة، ويعرضها لأن التبعية والانسحاق لغيرها، فهو خطر مدمر دينا ودنيا. نسأل الله تبارك تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.